احتفلت مساء أمس مشيخة الطريقة التجانية بالمهرجان 65 بالدائرة 5 بمسجد أسامة بن زيد بحضور عدد كبير من أتباع الطريقة التجانية. سعيد أحمد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هؤلاء هم السادة الصوفية الذين تجمعوا هذه المرة بمسجد أسامة بن زيد ضمن سلسلة المهرجانات الدينية التي تقيمها مشيخة الطريقة التجانية بالتعاون مع تجمع الشباب الصوفي بتشاد، حيث بدأ المهرجان بكلمة قدمها رئيس اللجنة المنظمة الشيخ الجوني حبيب صالح، جاءت بعدها نصائح قيمة يرجع تاريخها لقرابة الربع قرن، والتي نصح بها الشيخ شريف تجاني رحمه الله، وكذا الشيخ الراحل مفتي الديار السابق العلامة علي أحمد طه عليه رحمة الله، حيث سردها على الحاضرين عمر جبريل مؤمن عضو مجلس القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. أما الكلمة التي بها اختتم المهرجان كانت من نصيب نائب رئيس مشيخة الطريقة التجانية ومدير مركز السيادة للعلوم الإسلامية والأكاديمية الشيخ محمد الغالي خليل عمر، تناول فيها العفو والتسامح الذي يعتبر النهج الأساسي للتصوف. إذا إنسان أساء إليك ينبغي ألا تجازي السيئة بالسيئة لتكون مثله، بل ينبغي أن تقابل الشعور بالتي أحسن ليكون لك الفضل، ادفع بالتي أحسن. ولا يفوتنا التذكير أن المهرجان المقبل سيكون بمنزل علي جايا، حيث الشيخ محمد التهامي نياس هداني إلى حب الأمين إلى هنا، قد أوصلني مولى البرايا إلى هنا.